فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يلزم الإمام إمام المسجد إذا أراد أن يجمع بين العشاءين لأجل المطر، هل يلزمه أن يخرج قبل أن يكبر لصلاة العشاء ليرى استمرار المطر، أم يكتفي بالرؤية السابقة عند دخوله للمسجد؟ إذا كان يدخل المسجد والمطر ينزل والأرض تمشي والوقت بارد، العذر قائم. أما إذا كان إن المطر خفيف أو رذاذ أو سحاب مقبل ولا يدري هل أمطر أو لا، فلا بد يتأكد. نعم.